FM. الكلمة ليك. نرجع توا للقروض. أيوة. ثم بعض الناس يقولوا هل القرض هذا بتاع مليار دولار كان يلزم ناخذه وقتها ولا نستناه حتى يقع جوستومون الريتينج الجديد نتاعنا؟ واضح. هو باش نكونوا واضحين، نحن عام معناتها في 14 جانفي 2011 نسبة الاقتراض الجملي للجمهورية التونسية كانت في حدود 39-40%. به. ويمكن هذه راهو ما بين ظفرين، هو النسبة راهي ضعيفة، خاطر توا باش نكونوا موضوعيين، تختنا من بن علي والنظام نتاعو، باش نكونوا موضوعيين، في 14 جانفي 2011 تونس ما كانتش مقترضة للغاية، ما كانتش، سامحني على الكلمة، مبلعة في الديون كما برشا معناتها سياسيين وقتها حبوا يظهروا الحكاية. ويمكن هذايا زاد غلطة من بن علي. علاش؟ خاطر بن علي حب يعمل، حب يطيح لي زانديكاتور هذوما كلهم ويحافظ على زيكيليبر وكل شيء، وكان ينجم يمشي هو بالاقتراض أكثر ويستثمر الفلوس هذيك في الجهات الداخلية. هذا ما صارش، معناتها قاعد يقلل هو في القروض وقت اللي فما جهات محرومه معناتها حاجتها باستثمارات. هذا ما بين ظفرين. 39% قداش نتعداو اليوم ل 54% نسبه اقتراض جملي تونس اليوم 54%. تقول لي فما شكون يقول لك الاقتراض الداخلي والخارجي؟ الكل لوندتمون بوبليك. الخارجي اكثر من الداخلي 39% 40% اكثر من 40% اكثر من 40% اقتراض خارجي، والأكثرية اقتراض خارجي. نسبه النمو كانت وقت من علي 4.5% اي هذا هو. فهمت؟ دونك مانيش قاعد نخلق في الثروه وقاعد ناخذ في القروض، والقروض هذيا فاش ماشيه؟ ماشيه في الاستهلاك. من 39% تعدينا 54% معناتها قربت، احسب معناتها 15 نقطه ابري. ال 15 نقطه هذوما والفلوس هذوما كلهم مشاو كلهم في الاستهلاك، مشاو في الشهري. تعدينا من 5.5 مليار دينار شهري عام 2011 الى 11.6 مليار دينار في الوقت الحالي، معناتها لو دوبل. المصاريف العموميه زادوا، النفقات العموميه زادت، البيدجي تعدينا من 18 مليار دينار الى 29 مليار دينار. معناتها قاعد نقترض ومانيش قاعد معناتها ان نخلق في الثروه. نجي للسؤال نتاع سفيان خاطر مهم للغايه. في اخر 2014 نسبه الاقتراض في مستوى عالي، الشهري معناتها ونفقات العموميه ولو يتمولوا بالاقتراض. نحن عنا اتفاقيه مع صندوق النقد الدولي في كل مره يصبونا اون ترونش ماك القرض اللي عطاوهونا هذاك. جاتنا معلومة كم كواره وتونس باش تخرج على السوق المالية العالمية في آخر سنة 2018، بالك شدوا معناتها الديتاي خاطر مهمين ياسر، وباش تخرج باش تاخذ 500 مليون دولار. نحن حطينا نقطة استفهام. الكلمة ليك.